بلد الهوى أم بلد الهوى دعوك؟ إني أنا أرى لذا وذاك مجلا، إني أراك لذا وذاك مجلا. قد ضمك الطود الأشم لصدره، وتعاطف عليك الواد ومالا. قسنطينة تحمل في ذاتها أسرار وغرائب قد لا يكتشفها الإنسان منذ الوهلة الأولى، ينبغي أن يعيش سنوات وسنوات ليكتشف هذه الأشياء. نحن إلى يومنا هذا لازلنا نكتشف بعض الأماكن اللي ربما مازلنا ما عندناش الأعماق تاع حكاية المكان هذا. كل مكان في قسنطينة القديمة إلا ويتكلم معك، كل مكان عنده حكايته، وكل مكان عنده كذلك البركة تاعو كما يقولوا عندنا. قبل أكثر من 2000 عام ولدت قسنطينة. هناك على قمة الجبل كان عش النسر، مدينة الجسور المعلقة. هي قسنطينة، ما هو الأفئدة؟ إن قسنطينة تميل إلى أهل الأدب والفن والثقافة والعلم، وهؤلاء جميعا يميلون إلى قسنطينة أكثر من سواها. قسنطينة هي التي أنشأت بنباديس وملك حداد وملك بنابي وأحلام مستغانمي والكثيرين، حتى الأدباء الجزائر الذين هم أعلام مروا بقسنطينة. على جسر يأخذك إلى أول الحكاية، حيث الرجال متمترسين على الأبواب، أبواب قسنطينة السبعة، يحرسون مدينتهم لا يغادرونها، هكذا تقول الحكاية. إذ يقال إنها مدينة أسطورية تملك حرزا يحميها من الغزاة على مر السنين. منذ زمن إبراهيم الخليل لم تطفأ لها نار، فقسنطينة لؤلؤة التاريخ تبدو كتمثال رخامي جاثم على هامة الصخر العتيق. هناك فوق الجبال الشاهقة تتربع قسنطينة فوق صخرة عملاقة جعلت منها قلعة حصينة عصية على الغزاة. بسبب ارتفاعها الشاهق بنيت فيها 7 جسور معلقة، كل جسر منها يرمز لحقبة من تاريخ قسنطينة، فاستحقت أن تكون مدينة الجسور المعلقة، وكأنها الجسور التي تقودك إلى عش النسر.
قسنطينة في الحقيقة صعبة، يعني بحكم موقعها يعني لها سهولة الدفاع عن نفسها، لأنها فيه الواد الرمال يحيط بها من جميع الجهات، وهي فوق الصخر، الصخر العتيق يسميوه كما سماها أحد الفرنسيين عش النسر. وبالتالي الآن لما تقوم بحفريات في عش النسر، يعني في المدينة العتيقة فوق الصخر، تجد طبقات حضارية من 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 النوميدية حتى يعني حتى الإسلام. في الشمال الشرقي للجزائر وعلى حافة الصحراء، وقفت قسنطينة تختال خيلاء غرناطة وطروادة، حيث كانت تقع على طرق القوافل التجارية والرحلات العلمية والدينية، الأمر الذي جعل منها مدينة فريدة منذ فجر التاريخ الإنساني. يرجح المؤرخون أن نشأتها تعود إلى عام 1450 قبل الميلاد، غير أن أول تاريخ معروف للمدينة بالاسم الأمازيغي سيرتا، عاصمة المملكة النوميدية. مدينة قسنطينة مدينة عريقة، والمؤرخين المسلمين يقولون عنها أنها مدينة أزلية. وجدت تقريبا بين القرن الرابع قبل الميلاد والخامس قبل الميلاد، ولهذا ففي سنة 2005 احتفل بذكرى 2500 سنة لوجودها. في الحقيقة كانت هي عاصمة للدولة النوميدية، هي اللي كانت تمتد من الحدود الغربية الجزائرية حاليا إلى ليبيا، إلى خليج سرت في ليبيا. قسنطينة الحضارة يحمل العالم إليها على ظهر قوافل تقطع الأرض لتحل في أرضها، وتحمل هي العالم إلى زائرها بغرس الحضارات التي توالت عليها. فكثيرة هي الآثار التي ما زالت باقية في المدينة، شاهدة على تعاقب الحضارات هنا. النوميديون والرومان والمسلمون والفرنسيون هي نسيج من الحضارات المتعاقبة. إلا أن للحقبة الرومانية عظيم الأثر، حيث استمرت حوالي 15 قرناً، غير أنها دخلت في بعض الحروب الطاحنة التي دمرتها قبل أن يعيد بناءها الإمبراطور الروماني قسطنطين، والذي سميت المدينة باسمه. واليوم ها هو قسطنطين علم من أعلام قسنطينة لا يغادرها. في القرن الثالث قبل ما بعد الميلاد، يعني ما القرن بداية القرن الرابع في 313، وقعت حرب فيها ما بين الرومان فيما بينهم، يعني فرقة ضد فرقة أخرى، فهدمت المدينة تقريبا. لما جاء قسطنطين الروماني فأعاد بناءها وأطلق عليها اسم قسطنطين، يعني قسطنطين نسبة إلى الإمبراطور الروماني قسطنطين. والإمبراطور الروماني راه له تمثال الآن موجود في محطة السك الحديد، الآن موجود التمثال تاعه موجود إلى يومنا هذا في المدينة. مدينة قسنطينة اليوم هي عبارة عن طبقات أثرية لحضارة متعددة. يعني دون أن نأخذ في التفاصيل، عندما نروح فقط إلى باب القنطرة، القنطرة القديمة في قسنطينة ما زالت إلى اليوم رغم أنها تهدمت عدة مرات، ولكن ما زالت إلى اليوم تحتوي على آثار نوميدية رومانية إسلامية فترة تركية فرنسية وجزائرية معاصرة كذلك.
ثم ما لبثت قسنطينة أن دخلت في العهد الإسلامي، فعلى رأس جيش الإسلام حل عقبة بن نافع فاتحاً المغرب العربي لتدخل المدينة في عهد جديد. وسرعان ما ارتقت سلم الحضارة، فعن تلك الفترة يتناول المؤرخون والرحالة المسلمون قسنطينة باعتبارها مركزاً حضارياً مهماً، حيث غدت بجدارة مدينة العلم والعلماء. هي مدينة العلم والعلماء، وهذا ليس ابن اليوم، هو كان في الماضي. أولاً كانت رحلات الحج التي تبتدئ من الأندلس مرورا بمراكش وفاس وتلمسان إلى غير ذلك، وكان هؤلاء العلماء وهم ذاهبون في طريق الحج. هناك من يبقى في قسنطينة لمدة شهور أو سنوات، وهناك من يستقر في قسنطينة لسنوات طويلة ويتزوج في قسنطينة ويبقى. ابن خلدون جاء إلى قسنطينة وتزوج بقسنطينة وبقي مدة في قسنطينة. كثيرة هي المعالم والآثار الإسلامية التي لا تزال في قسنطينة شاهدة على تلك المرحلة. في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة حرز المدينة، هنا الترجمة الطبيعية للحالة العلمية التي اجتاحتها خلال العصور الإسلامية. آلاف من الكتب القديمة جميعها كتبت بالحبر القسنطيني، وهنا عشرات المكتبات لعلماء المدينة الذين أوقفوا مكتباتهم الزاخرة، إذ كانت هذه سنة حسنة في قسنطينة أن توقف العائلات مكتباتها داخل الجامعة. أما هنا فالكنوز القيمة مخطوطات قسنطينة التاريخية، وكأنه التاريخ يتحدث عن نفسه. عدد هائل من المخطوطات القسنطينية الغزيرة بالعلوم المتنوعة، هنا إرث قسنطينة. المخطوطات الموجودة كلها يعني مخطوطات مكتوبة باللغة العربية ومتنوعة، وعلى شكل معظم الخزائن الخاصة سنجد هناك هيمنة واضحة لكتب الفقه، فكذلك المصاحف وأيضا التفاسير وإلى آخره مختلف العلوم، ولكن بدرجات متفاوتة مع هيمنة واضحة لكتب الفقه المالكي. كانت قسنطينة ممن يشد إليه الرحال، يعني إلى شيوخها، ويأخذون العلم على علمائها، وتركت لنا آثارا يعني يمكن الاعتماد عليها. فمثلا تركوا لنا الشيخ عبد الكريم الفكون مجموعة، ابنه سجل أو جمع مجموعة من النوازل تضاهل تقريبا 500 صفحة، نوازل جمعت عن ما يعادل 80 فقيها وعالما. خلال الحقبة الإسلامية كانت المدينة ملازمة للعلم والعلماء، فغدت مشكاة يطلبها الباحثون من كل حدب وصوب، وهذا ما يفسر أنها عجت طويلا بالمدارس الشرعية. كما أن المدينة تميزت بوجود عائلات قسنطينية بأكملها عرفت بالعلم وتوارثه جيلا بعد جيل. هنا أسر في مدينة قسنطينة، هذه الأسر عريقة في الوظيفة وعريقة في المال وعريقة في الجاه وفي العلم. فإذا ما أخذنا بعض النماذج سوف نجد أن العائلة قسنطينية مشهورة بالعلم وتوارثت هذا العلم وتوارث المناصب الفقهية والقضائية، تبدأ في البروز بداية من القرن السابع الهجري، بداية بالحسن بن الفقون أو بن الفقون اللي هو بن الفقون القسنطيني صاحب الرحلة وصاحب الشعر، و
هذه العائلة عائلة الفغون في قسنطينة، وأيضا عائلة ابن باديس، وعائلة ابن القنفذ وعائلة بني عبد المؤمن. إذن هذه العائلات سوف تساهم بشكل كبير جدا في خلق فضاء علمي، وهذا الفضاء العلمي هو الذي يعطي لنا مجموعة من الشخصيات القسنطينية المتميزة. ولهذا يعني منذ هذا الوقت كتب الطبقات تتحدث عن المئات من العلماء والشعراء والفقهاء والقضاة، يعني اللي ساهموا من أبناء قسنطينة، ساهموا في الحضارة العربية الإسلامية في قسنطينة وفي المغرب الأقصى وفي تونس، ومنهم من ذهب إلى الأندلس وفي المشرق العربي، ومنهم من ذهب إلى العراق وإلى الشام أيضا وعادوا، منهم من استقر هناك ومنهم من عاد بعلم آخر، علم غزير إلى مدينته. وبالتالي يعني المدينة يعني أصبحت مدينة علمية سياسية في هذه الفترة. على مقربة من قسنطينة كان الأندلسيون على الأبواب. حلت سحب الأندلس بكامل ألقها في قسنطينة لتزيدها ألقاً ونوراً إلى ألقها، وكأن أندلس أعيدت في أرض قسنطينة ببيوتها وفن عمارتها بحضارتها وحلقات علمها، لتصبح قسنطينة وريثة الأندلس إلى يومنا هذا. المالوف أحد أهم الفنون القسنطينية، امتداد لموشحات الأندلس بشكلها الإشبيلي. بين الشعر المنظوم والموشحات الأندلسية استحدث القسنطينيون هذا الفن وتناقلوه مشافهة جيلاً بعد جيل، لتغدو قسنطينة عاصمة المالوف في المغرب العربي. هذا الفن العتيق الأصيل، فالملوف فمصطلحه اللغوي أتانا من كلمة ألف تأليفا، وهو فن التوشيح. وهذا الفن العتيق المعروف عند أوساط أهل قسنطينة، ولقد حافظت قسنطينة حفاظا كبير على هذا الموروث وعلى هذا الكنز. نحن أهل قسنطينة حافظنا على هذا الفن العربي الإسلامي الأصيل. المالوف في قسنطينة يتغنى في جميع المناسبات اللي يتكون فيها الفرح، علاه؟ لأن المضامين الشعرية اللي فيه هي مضامين اللي تخلي الإنسان يهدأ ويتمتع بكل ما فيه من كلمات أو من ألحان. ويكفي على أن هذا الفن
راهو عاش عندنا في الجزائر في المغرب وفي تونس أكثر من 500 سنة. هذا هو اللي يبين على أنه يجدد روحه وحده وما هوش محتاج للتجديد تاعنا، هو يجدد روحه هو وحده يواكب العصر تاعه. لا رأيت طراد اليوم من سمو جرحني يا وعدي مجروح ما مجروح شكي بالجراح مجروح مجروح شكي بالجراح أطعن قلبي سمى الجراح له في الجسم جراحي خلاني وراح ما شفيت على هذا الشكل نسجت قسنطينة ثوبا حضاريا بالغ الجمال بهي الطلعة، فهي أس الانبهار وقبلة العشاق. كانت مدينة حلما كتبت فيها الروايات والأشعار وغدت محجا لطلاب العلم. مع بدايات القرن الخامس عشر دخلت قسنطينة في العهد العثماني طواعية، وإذ ذاك أيضا أضحى لها شأنها، إذ غدت عاصمة لما كان يسمى ببيلك الشرق، أي عاصمة المقاطعة الشرقية في أول تقسيم إداري عرفته الجزائر. قسنطينة في الفترة العثمانية أصبحت عاصمة لمقاطعة كبيرة، أكبر مقاطعة في الجزائر من المقاطعات الثلاث، ويسميها بيلك بالتركية العثمانية، بيلك الشرق عاصمة قسنطينة. واستمر هذا من 1530 تقريباً عندما دخلوها أول مرة إلى الاحتلال الفرنسي في 1837، يعني أكثر من ثلاث قرون متتالية وهي تدين بالولاء للجزائر العثمانية. عندها لبست قسنطينة ثوباً عثمانياً لا يزال أثره ماثلاً إلى يومنا هذا، حيث تحولت إلى واحدة من أهم المدن التجارية والصناعية في المغرب العربي. كثيرة هي الآثار العثمانية الباقية في قسنطينة، خرس في أرضها أكثر من 100 مسجد وزاوية، كما اغتنت بالأسواق والمدارس وشقت الطرقات ورفعت الجسور. شأنها في ذلك شأن الحواضر الرائدة. أما أوج الحضارة العثمانية في قسنطينة فكان في عهد صالح باي، أحد أهم الحكام العثمانيين في قسنطينة، والذي أدخل المدينة في حقبة حضارية غير مسبوقة، حيث عاشت قسنطينة أوج ازدهارها، إذ كان يشجع الحركات العلمية والمشاريع العمرانية. هنا بعض من الآثار التي تركها صالح باي: المدرسة الكتانية، أحد أهم صروح التعليمية في قسنطينة. وفي هذه البقعة من الساحة الخلفية للمدرسة الكتانية دفن صالح باي في مقبرة عثمانية خاصة. تقول الحكاية إن حزناً شديداً عم قسنطينة على وفاة هذا الباي المحبوب. صالح باي أخذ مكانة مرموقة لما قام به من إنجازات عمرانية ذكرت على مستوى المدينة، لكنه كان حاكما لبيلك الشرق، ويتميز بأنه حاول أن يوسع من نطاق حكمه ومجال الحكم الذي يصل إليه. أما عند أعتاب مسجد صالح باي ففتحت الأسواق العثمانية والتي لازمت أماكنها حتى الساعة كسوق الجمعة أو سوق العصر، فقد اهتم صالح باي ببناء الأسواق والمدارس والزوايا، إضافة إلى شق الشوارع
وبناء الجسور كجسر القنطرة الذي أمر صالح باي بإصلاحه بعد أن تعطل ما يزيد على 5 قرون ولم يبق منه سوى أساساته المتداعية. فجلب صالح باي لهذا الغرض 100 عامل لبناء الجسر واستعمل بواقي الأحجار الرومانية الموجودة، وها هو الجسر لوحة معمارية عز نظيرها في هذه الأيام. بالطبع كانت قسنطينة مطمعاً للغزاة على مر الزمن، حالها حال الجزائر والتي كانت فرنسا ترصدها تريدها بأي ثمن. فعلاً زحفت فرنسا نحو الجزائر عام 1830، وسرعان ما سقطت العاصمة الجزائر تحت براثن فرنسا، ثم زحفت نحو بيلك الشرق قسنطينة والتي كانت لفرنسا بالمرصاد. تهاوى الاستعمار الفرنسي على أعتابها وتمكن أهل المدينة من الذود عنها. كان يحكم قسنطينة أحمد باي آخر البايات العثمانيين والذي قاد المقاومة حتى الرمق الأخير. يعلم القسنطينيون تماماً من هو أحمد باي، فقصره لا يزال في قسنطينة علماً من أعلامها ورمزاً للهيبة التي حمتها. نعم، هو على يعني من الحكام الذين كانوا في مستوى المصاعب التي واجهت، وفي مستوى ابن هذا الوطن يعني ما ينتظر منه كمقاوم وكرجل دولة، لأنه خفف من الضرائب عندما وصل ويعني جعلها في الزكاة والعشور فقط، أعاد تنظيم الجيش، أدخل الجيش المحلي بدل الجيش الانكشاري، يعني بدأت الفترة الانتقالية تحدث لولا الاحتلال الفرنسي، بالتالي تحفظ له أنه من كبار رجال المقاومة. استمرت فرنسا تحاول اقتحام قسنطينة 7 سنوات متتالية إلى أن جاءت المعركة الحاسمة عام 1837، تمكنت فرنسا من المدينة. عندها فقط هوت قسنطينة وانزوى حرز المدينة الذي يحميها. حينها فقط دنست أرض قسنطينة بالغزاة وعمها موت كثير. هم المغول يجتاحون بغداد. حرب مدمرة، مقاومة سميتها أنا في الكتاب ملحمة قسنطينة، ملحمة، لأن فرنسا لم تتمكن من دخول المدينة إلا بيتا بيتا وشارعا شارعا وزنقة بزنقة، لأنهم حيث يدورون يجدوا المقاومة، بحيث أن الجنرال سانتيرنو كان حاضر في هذه المعركة يقول في كتابه: لم أجد في حياتي مقاومة عسكرية مثل مقاومة القسنطينيين للاستعمار الفرنسي، حتى أصبحت أجسام الناس بلاط يمشون عليها في الشوارع. ودفع أهل قسنطينة على مدينتهم وعلى دورهم، وفيهم من فضل رمي نفسه أو السقوط يعني على الجرف بدل من أن يسجن أو يؤخذ حيا في يد القسنطينيين، يعني في يد الاحتلال. يعني رمز وقمة المقاومة العسكرية والذك في مدينة قسنطينة كانت في هذه المعركة. كان الاستعمار الفرنسي ثقيلا على الجزائر، واقع مر، فقسنطينة اليوم مستعمرة فرنسية. بدأت فرنسا وبطريقة ممنهجة بهدم الحضارة العربية والإسلامية. هدمت المباني الضاربة بالقدم من مساجد ومدارس فلم تعد موجودة إلا في الكتب والمخطوطات، ثم شرعت فرنسا في دمغ المدينة بصبغة أوروبية لم تزل موجودة حتى اليوم. الجامع الكبير لم يبقى منه من الجامع إلا فقط قسم من قاعة الصلاة، بينما هدمت المأذنة وهدم الصحن لم يبقى منه شيء. لماذا؟
لأن عندما بنت فرنسا الشارع الوطني وما يعرفه يعني لاغيو ناسيونال وما يعرفه بالطريق الجديدة قامت بتهديم معظم الجامع وهذه سوف يعني كظاهرة عامة ولهذا فالصورة التي نعرفها للمسجد الجامع هي صورة فوتوغرافية فقط تعود إلى سنة 1856 أين نرى هذا الجامع شبيه بجامع الزيتونة وشبيه بجامع القيروان بمعنى النمط المغربي المتميز بسمته الإسلامية مع بعض التأثيرات البيزنطية المحلية كما نجده في قبة الصخرة في القدس أو في الجامع الأموي في دمشق. تدخل الاستعماري الذي كما تعلمون دخل في مدينة قسنطينة وهدم بعض المنشآت التي كانت تابعة للبيات مثل قشتالة الوحدة ثكنة الإنكشارية ودار الباي وأشياء من هذا القبيل فبالتالي زعزعت النسيج العمراني فضلا عن العديد المساجد والدور والبنايات التي هدمت لي توسعة المدينة وإخضاعها إلى المخطط الجديد الذي سن ابتداء من 1844 هنا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين جاءت المقاومة السياسية وجاءت المقاومة الثقافية لأن فرنسا لم تكتفي باحتلال الأرض فقط صادرت المساجد وحولت منهم الكثير إلى كنائس وإلى إسطبلات للخيول تحاول فهمت وإلى محلات وإلى سكنات وإلى مستشفيات يعني والزوايا نفسي والكتاتيب وصدرت عمارات يعني بنايات وطردت الجزائريين كلهم هربوا غلبهم هربوا إلى الصحراء هربوا إلى الجبال من المدن حتى لا يعني يبقوا تحت نير الاستعمار أرادت فرنسا أن تحيل قسنطينة أرضاً فرنسية حتى أن القسنطيني غدا غريباً في داره وبين أهله إذ حملت إليها حركة تبشيرية شرسة فحاولت إحياء كنيسة إفريقيا الرومانية لتخلع عن قسنطينة قلبها فلا العربية لغتها ولا الإسلام دينها بدأت فرنسا تعمل على اقتلاع جذور الثقافة العربية نهائيا من الجزائر قضت على كل مقومة الثقافة العربية منعت تعليم اللغة العربية في كل الكتاتيب والمدارس وحتى ما كان يعرف بالجامعات أيضا عملت على قضاء على كل عنصر من عناصر الثقافة العربية وأرادت أن تفرنس المدينة على غرار الجزائر ككل وخاصة ركزت على قسنطينة لأنها كانت تعلم أنها فعلا منبع للثقافة العربية الإسلامية وقفت قسنطينة في وجه الاستعمار لكن بطريقتها فجنبا إلى جنب مع المقاومة الشعبية انطلقت المقاومة الثقافية بنهج قسنطيني فإذ حوربت مدينة العلم والعلماء في لغتها ودينها ازداد إسلامها متانة ولغتها فصاحة في ذلك الوقت ظهر الشيخ عبد الحميد بن باديس في وجه فرنسا هو ابن قسنطينة وسليل عائلة علمية عريقة يعتبر الشيخ بن باديس المجدد باعث الحضارة العربية والإسلامية في أرجاء الجزائر إذ أدرك تماماً منهجية فرنسا في محاربة هوية الجزائر العربية فقام بتأسيس جمعية العلماء المسلمين الصرح الأبرز الذي كان لفرنسا بالمرصاد بداية من القرن العشرين بعث الله في هذه المدينة رجلا شهما كريما من عائلة عريقة
قديمة في قسنطينة عائلة بن باديس. فجاء هذا الإنسان وتثقف بثقافة عصره ثم رحل إلى الزيتونة وأكمل دراسته وزار القاهرة وأجيز من قبل مشايخ، زار مكة المكرمة وأراد أن يستقر هناك، وقصة معروفة، لكنه رجع إلى قسنطينة. لماذا؟ لأنه أراد أن يعيد لهذه المدينة تاريخها وحضارتها. وابتداء من 1913 بدأ الشيخ عبد الحميد بن باديس بهذا الدور الطلائعي، وهو نفض الغبار عن الحضارة العربية الإسلامية. عبد الحميد بن باديس رحمه الله وش يقول؟ يقول لقد أصيبت الجزائر باستعمار ثقافي قضى على اللغة العربية، قضى على الإسلام بصحته الجهل يعني، وكان يدعم الزوايا ورؤساء الزوايا الجاهلين هذوك اللي كانوا يدوروا في فلك الاستعمار والطرقية، وأيضا منع تعليم تاريخ الإسلامي وتاريخ الجزائر، وكل ما هو يوعي ذاكرة المجتمع الجزائري كان ممنوع. أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 5 مايو 1931 من مجموعة من أبناء الجزائر الذين عادوا من المشرق والذين هم في الجزائر، وأخذوا موافقة من الاستعمار الفرنسي آنذاك على أساس أنها جمعية دينية فقط للإسلام وللصلاة ولما تعلق بالشعائر الإسلامية، ولكنها كانت جمعية في الظاهر أنها جمعية دينية جمعية خيرية، ولكنها كانت جمعية سياسية نهضة هي التي قامت ببناء المدارس شرقا وغربا شمال وجنوبا، ووزعت ببرنامج دراسي عالي جدا جدا من حيث ليس فقط للعلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية وأدبها، وإنما حتى بالنسبة للرياضيات والفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا إلى غير ذلك. وكان شعاره هو شعار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكل الجزائريين الإسلام ديننا، العربية لغتنا، والجزائر وطننا. فهذا الشعار الثلاثي هذا هو رمز الجزائريين منذ القديم إلى يومنا هذا. كان للتصدي للاستعمار الثقافي يد طولة في انتشال الجزائر من هول الاستعمار الفرنسي بإيجاد جيل قادر على مقاومة فرنسا ودحرها عن أرضهم، جيل مؤمن بتاريخه وعروبته ودينه، الجيل الذي سيشعل ثورة تعم الجزائر كانت نواته في المدارس التي اجتاحت قسنطينة على يد الشيخ ابن باديس. هنا في قسنطينة ولي الشيخ ابن باديس رائد النهضة الفكرية في الجزائر، في ثرى قسنطينة التي أحب، فهذا تراب لا يمكن أن يكون فرنسيا. الشيء المهم في مدينة قسنطينة أنها يعني استرجعت وجهها العربي الإسلامي بفضل حركة العلماء، فضل حركة العلماء، لأن ابن باديس باعث النهضة العربية الإسلامية في الجزائر كان من قسنطينة، ومقره كان في قسنطينة أيضا، نضاله كله يعني عبر 4 قرن كان في قسنطينة، وجمعية العلماء التي يعني شارت سيفها ضد الفرنسة والتغريب كانت أيضا من قسنطينة. عندما جاء الفرنسيون إلى هنا قالوا جئنا لننقذ الجزائريين من إلههم ومن محمد، ننقذهم وندخلهم في الديانة المسيحية. فشيخ محمد باديس لم يكن
وجميع العلماء لم تكن لتدرس تنقذ الشعب الجزائري إلا بتعليمه لغته، بتدريسه العلم الصحيح، الدين الصحيح. المعهد بن باديس صار خطرا على فرنسا، وضع خطة لتغيير المجتمع طويلة المدى، 10 سنوات وهو يدرس، ثم بدأ في إنشاء، يدرس ويوعظ ويكتب في الجرائد ويلقي المحاضرات ويتفقد المجتمع الجزائري في مناطق عديدة من ويلقي دروس. استطاع أن يحيي اللغة وأن يحيي الدين وأن يفقه الناس في دينهم وأن يوعيهم سياسيا. الأول من نوفمبر تشرين الثاني 54 اندلعت الثورة الجزائرية، ثورة نوفمبر المجيدة، وكانت قسنطينة في ركب الثورة. اجتاحت الثورة أرجاء الجزائر وانطلقت المقاومة، وكانت قسنطينة بؤرة للمقاومة في وجه الاستعمار، لكن فرنسا كانت قاسية بحق الجزائريين، قتلت الآلاف، زجت بالمئات منهم في السجون. اكتوت قسنطينة بلهيب الاستعمار، حالها حال مدن الجزائر. عندها ظهر حرز قسنطينة الحقيقي يذود عن المدينة، فللمدينة حماة يدرؤون عنها شديد الموت، يلتحم فيها الرصاص بالحلم والحروف بالنار. فقد ظهر ركب من المثقفين والأدباء والعلماء إبان فترة الاستعمار، كانوا بحق أبناء قسنطينة البارين، كالأديب الجزائري العالمي كاتب ياسين الذي حارب الاستعمار بطريقته، فهو ثوري متمرد متعدد المواهب، أديب وشاعر ومسرحي في آن. كان ملهما للثوار، مؤمنا بهم وبثورتهم، كما أنجبت قسنطينة الشاعر والروائي مالك حداد، يعلن بقصائده ورواياته أن لا حياة بلا حرية، وأن الثورة فاتحة الحياة، فقد آن أوان الحرية. أيضا ظهر مالك بن نبي، والذي غدا علما من أعلام الفكر الإسلامي على مستوى الأمة في القرن العشرين، يعد أحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية، هو أيضا ابن قسنطينة. قافلة من الأدباء والمفكرين والمبدعين لا تتوقف في هذه المدينة العريقة، وكأنها المعين الذي لا ينضب. يقول العقاد، قلت عبقريس المكان، عبقريس المكان، قل يعني كاين أماكن اللي فيها فعلا العبقرية تتفتق، يعني ذهن الإنسان يتفتق و يصبح أكثر قدرة على التفكير وعلى الإبداع وعلى يحس بالمحيط أيضا، على الاحتكاك والمحيط والحياة. وربما بن باديس لو عاش في منطقة أخرى بعيدة عن التأثيرات العلمية، ربما لما كان يكون في هذا المستوى، لما كان يكون رجلا مصلحا ولا حتى عالما بنفس المستوى، لكن هو المكان أيضا يلعب دور. نحن نعيش الآن نهضة علمية كبيرة وكبيرة في قسنطينة، وما زالت تحمل هذه الصفة مدينة العلم والعلماء، بوجود الآن 4 جامعات، منها جامعة الأمير عبد القادر وجامعات قسنطينة الأولى والثانية والثالثة، و4 مدارس عليا متخصصة في علوم كثيرة تقنية وعلمية، وأيضا مركزان علميين في البحث في البيوتكنولوجيا المتطورة جدا جدا. وفي عام 61 انجلى الاستعمار عن وجه الجزائر، 1,000,000 شهيد أو يزيدون. قدمت الجزائر فلذات أكبادها في سبيل الحرية فاستحقتها، وأعادت قسنطينة حراكاً حضارياً ما لبث أن دخلها مجدداً.
وما إن تسير في قسنطينة القديمة حتى تتلقفك أزقتها بتاريخها بعبقها. مدينة العلم والعلماء ملهمة وولادة. على جسورك المعلقة انشري مع النسائم أسماء راحلين لا يرحلون. هنا اعتلى أحمد باي فرسه وهوت فرنسا على باب قسنطينة، وهنا أسرج ابن باديس مصباحه، وهنا حلقات علم لا تنقطع، وهنا أطلق الثوار كلمة السر للثورة، عندها عم الصبح الجزائر، هنا قسنطينة مهوى الأفئدة.